يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في رجل يتوسل إلى الله بأن يقبل دعاءه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا بدعة، هذا ليس شركا وإنما هو بدعة. السؤال بالجاه أو بالذات أو بالحق، حق نبيك أو بنبيك أو بجاه نبيك، هذا بدعة وليس شركا. الشرك دعوة غير الله، أما هذا يدعو الله جل وعلا لكن يتوسل إليه بالنبي أو بجاه النبي أو حقه، هذا يعتبر من البدع. نعم.